سد أمداز يتحدها الأفق بتحفظ وجلال، يمتد ضاربا جذوره في تضاريس الطبيعة بمجدها وعظمتها. بدأت حقينته تتبلور وتزدهر بشكل ملحوظ كأمجاد الفجر الذي يتربع على أفق الصباح المشرق. فهو ليس مجرد سد، بل معلمة بارزة ترتقي إلى عنان السماء، يتناغم مع الجبال الشاهقة والأودية الخضراء، يحمل بين جنباته وعوداً بمستقبل مشرق وازدهار لمنطقة أمداز بصفة عامة. سيكون هذا السد بمثابة قفزة نوعية لسكورة أمداز، مما سيعزز من حياة السكان واقتصاد المنطقة، ومن خلال جماليته وتأثيره الإيجابي سيضفي سد أمداز نكهة خاصة على صيف هذا العام، حيث سيكون مركزاً للسياحة البيئية والاستجمام، ومكاناً للاستمتاع بجمال الطبيعة ومناظرها الخلابة. بفضل هذا المشروع الضخم سترتقي منطقة سكورة إلى مستوى جديد من الازدهار والتطور، وستكون وجهة مفضلة للسياح والمستثمرين على حد سواء. بالتأكيد سيكون لسد أمداز دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المنطقة بشكل عام.